إلى تركيا، حيث بدأ البرلمان التركي أولى جلسات مناقشة الميزانية وسط غياب ملحوظ لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان. ونشر نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي إنجين أوزكوتش عبر موقع تويتر صورة للجلسة ظهرت فيها مقاعد حزب العدالة والتنمية وهي فارغة. وعلق أوزكوتش في تغريدته قائلا إن تلك هي القيمة التي يمنحها نواب أردوغان لاقتصاد بلادهم.